وفدي هوغامين ايا مدحوين كو حيغان كا دولاد قبلايد كير شبال يوسف احمد اغر دبقيد ايا ماانتي وحي يسو غارين مغالادة بلدوين ايا حارونت قبل كيران وحانا قرون كا ديارة دها وغاس خليف كو سودو ويا مسولين كا ترسن مامول كا قبل كا كان دقمدا سراكيل عيدان ويدا اللقميد هوين وفديغا وحا قيب كا احي لبانا كا ترسن برلما كا سوماليا وقت غودو دمادي ايا سياسيين كا سوجيدا قبل كيران وحانا سو دوين كدبلو سو قلبية قدها مغالا دا مدحوين اكو عقان كير شبال يوسف احمد هاقر دبقيدا ايانا كولان سو دوين هلو قسمية حارون تمامو لكا قبالكا وحانا وحالا ديه وقدن بيه وكوريست مسوليين تمامو لكا قبالكا يبلشة دبلدوين وغهرين وحا مناسبة دو سو دوين تاكهدلي ودياشة دقنكا مامو لكا دقمدية كان قبالكا مدحوين سو دوو كسو دوو دادكادي ادالكادي كسو دوو إن شاء الله أوليه شقاوتكم مقنات إن شاء الله إلهي كسو عروري آد بان أغو فرح سنة هاي سودوا مدحوين وكسودوا ويننا إن شاء الله لكن واحد وغانا يسا مالنتي هرتو تمت إيا مالنتي كعرت إيا ساكي وجي عصب مرغات مدون تبوا أفكا إنها حكومة لكن سودوا وينتا كدقارو مندك الله اللي اسكو سبرو دلغال هلا ياشو غير كائن عاكد دبتكنا أمد ماشي مري حلا مرو وعنك مدعلينا نبتي ساكن سودوي ورير إيران وقرون كتري ووقت دير جوي ولوجو هو عدعب لوقت جلال هذا مدعلينا مركوا مركا لبعض هدان أسود دقو سفر كيرنا وجد كيسو وقبو الحار دور الشدو اللي كتع ذو مقالة بلدو أولاً قبائلنا وشتاك هو دويني انك استقوى عدك عمت الربايو سيدي حلو الدائرة أبار بقان وأنفلن يو أنو كل انت شو قاري نعا وحتي تقاطي نفت لكي سنة كفران هو بجري كي دوانا حي بجري هذا مسؤولي مباي منبا يوسف احمد هاجر دبقيد مدحوين كو خيغان ك دولت غوبليت كير شبيله ايا كا هادلي اريمها دوروشوينكا وحانا او شيغين دوان اي كبلابن دونان ديغانات هير شبيله وحانا او بلشدا فرين لا شقيان لا مهامانكا ميشان دورشا لو قبا ربا حدي الله يدو دورشدو حدي حد دد بدن ايا جوغو مغالدان ددكي لوو تلاغلي وا جوغا dad ay inta hadda magaalada joogta aan wax badan ka yareyn ayaa imaad doono ama erga ku imaad doona ama musharaxnimo ku imaad doona ama taageero ku imaad doona waan codsana ciidamada ee abniga iyo maamulka gobolka iyo heer gobol iyo heer degmo waxay ka shaqeyn doonaan nabadgelyada doorashada ay ka shaqeyn doonaan shacabka reer beledweyne waxaan ka codsana ama reer hiilan waxaan ka codsana ama reer hiil shabeelle waxaan ka codsanay inay ka shaqeeyaan ay la shaqeeyaan qolada abniga ka shaqeynaysa oo abniga doorashada ka shaqeynaysa inay la shaqeeyaan aan ka codsanay doorashadii waa lagu jiraa isteedyada kala waa bilaabeen oo waa ogtihiin annagana waa bilaabayna haddii Allaah idmo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu ku saameeyeen qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaan ka codsanaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka jooga ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa jooga Hir Shabeelle inay gurmad degdeg ah sameeyaan ay biyadahan iska bilaabaan baalka ay heli karaan ay ku daraan arintaas si degdeg ah u codsana beesha caalamka ka codsareyna waqti adag aan ku jirnaa dadka inuu sanadkan waa liita abaar laba sano ah isku xigtay xoolihi waa ka dhamaadeen beer uma bixin biyo bax waa uga horeysay waxaan ka codsanaa beesha caalamka iyo umada muslimiinta iyo dawladda Soomaaliyeed iyo heedaha samafalka inay gargaar degdeg ah dadkan la soo gaaraan gargaar degdeg ah inay dadkan la soo gaaraan ka codsareyna Absamad Cilmi Cabdiraadi TV ga Jubaland Beledweyne.